تتصاعد نسبة المزارعين المتضررين في ظل غياب الدعم ونقص المياه. هنا موطن أكبر حقول الحنطة السورية وخزنتها الذهبية. إن نجح محصول القمح في الجزيرة السورية عاش الناس برغد إلى حد ما، وإن فشل فهذا يعني أن يجوع الكثيرين وتقل حركة الأسواق وتضعف القوة الشرائية. ليس هذا فحسب، بل حتى الزواج تقل نسبته في منطقة يعتمد معظم سكانها كليا على الزراعة. على غير العادة حصدت معظم حقول القمح والشعير البعلية في غير أوانها بعد أن يبست السنابل جراء نقص السقاية في بداية الموسم. المزارعون حصدوا حقولهم بالطرق البدائية اليدوية لسببين: الأول لتقليل الخسائر، والثاني لكون السنابل قصيرة ولا يمكن حصدها بالحصادات الآلية. يعني انكثرت دون ما يسوي الشوال، شوالين إذا كثرت هاي هنا حصدوا بالمنطقة عندنا، اللي حصدوا جيراننا ذاك بالمنجل سووا دونهم عندهم شوال، يعني يا يجي شوال يا شوالين، يعني سوي لها شيء 7 طنات 6 طنات 7 طنات أكثر ما نسوي. إذا بدي وردة طن ب 2000 2200 ما توفي معي، خسران أنا خسارة فوق تعب العيلة، كل العيلة كلها عم تحصد، العيلة كلها عم تحصد، الجيران عم يفزعونا بالحصاد، الأهل عم كلها وخسرانين ما توفي معنا. يعني الساعتين إذا سوت 50 شوال أو 100 شوال، إذا وردة شوالة ب 2200 ما توفي الكيلو، ما توفي معنا، ما توفي شذانا. احنا خسرانين، يعني ماخذين الكيلو ب 3000 وقت البذار، وماخذين المازوت حررت لي ب 1000 ليرة، وهذا حصاد زاد، وهؤلاء ما توفي معنا، خسرانين خسارة. يعني السنة زرعت 50، السنة الجاية ما أقدر أزرع 10 دونمات. والله حصادات العادية مقارنتهم ما عاد يمشي حالهم، لأنه غالي أول شيء، ثاني شيء ما توفي، وثالث شيء الزرع قصير ما جعلت ناطية الحصادة، يعني تلوخ وما تسوي لنا شيء. ولا ايش نسوي على الله، والله جينا احنا والعيله وكلياتنا تان حصدها، بل شيء انه شويه يعني ها توفي تعوض شويه هالخساره، وهي ما ابي تعويض بس نقول ان شاء الله الله كريم. تاخر هيئه الزراعه في الحزكه عن توريد المحروقات والبذار المدعومه باسعار مخفضه اجبر المزارعين على شرائها من السوق، وهذا ما زاد من تكاليف الزراعه، الامر الذي قلل من فرص الربح لمزارعين وزاد نسبة الخسائر لآخرين. فشل موسم القمح المزروع بعلا حرم الكثير من العمال الذين يرقبون الحقول من البذار إلى وقت الحصاد، ما تسبب بإحباط كبير لكل من بنى آماله في الحصول على المال من العمل في حصاد القمح. احنا كفلاحين والله صار لنا اليوم 4 سنين تعبنا حيل، من 3 سنين وجاي يعني خسائر حدث ولا حرج، كل سنة نتعب ونخسر ما استفيدنا. السنة هاي دحقنا انه اليوم الحصادة ب 30 الدونم، يعني 10 دوانم مثل هاي تكلفنا اليوم 300 ألف، ما بشي ما بمحصول. شقلنا العيلة كامل، اشتغلنا مع العيلة، اطفال كبار صغار شيوخ عاونونا للحصاد وحصدنا على ايدينا بهالمنجل في سبيل هالحصادة هاي، الدقة لنا بنص القيمة اغلى شيء، يعني 300 هذا يسوي لنا 150 ألف. أرض زاد إحنا ماخذينها بالآجار، أرضنا إحنا هسا أنا حفرت بالنسبة لي 4 أبار 5 أبار ما طلع مي، ما في مساعدات. قبل خمس ست سنوات كان نشتغل نسلح حصادة قبل موسم شهر ونص، نجهز أمورنا وجهز عمالنا شي 30 عمال 25 عمال نجهز الأمور وبعدين نطلع على الموسم. هلا أنا لحالي على حصادي، حتى سحب القيعان يخيطون وهو يحطون، هاي هي. في كل عام تتجدد مشاكل زراعة القمح والشعير، وتبرز منافسة شراء المحاصيل بين النظام والإدارة الذاتية وبين الفريقين، يحير المزارع في توريد محصوله لمن يدفع أكثر وأي الجهتين ستدفع له ثمن محاصيله دون تأخير لتغطية نفقات النقل وأجور الحصاد وتكاليف الزراعة. لم يتغير الحال هذا الموسم عن سابقه، بل زادت المشاكل والعقبات والتكاليف، ويبدو أن مزارع القمح أضحى مرهقا بعد سنوات متتالية من الخسائر وعدم وجود حلول داعمة تعيد للجزيرة السورية وضعها الرائد في زراعة القطن والشعير والقمح.